الجروب مليح، الجروب مليح. قد نروحوا بعيد ان شاء الله، احنا نقولوا ان شاء الله نروحوا بعيد. مربي ان شاء الله بوركوا با نديروا لا دوزيام لا شامبيون ليغ. مربي ان شاء الله كوا عندنا ايكيب مليحه، توت لي زيكيب سوفال يعني كل في المستوى واحد. يعني اليوم وصلنا لواحد المستوى ما بقاش ليكيب ضعيف وين ليكيب قويه، وانما اذا كانت النزاهه واذا كان الجوار خدموا يعني بصفه جديه. ونتمنوا للسي عمراني بيسكاو جانا جديد نتمنوا له النجاح. جو كو لا فاز اللي يعني في تكون في بربي ان شاء الله راهي في متناول الفريق تاعنا. يسيفي دونطامي هذه لا نوفيل سيزون دون دي بون كونديسيون. ويعني نظن بلي عندنا فريق يعني يقدر يروح بعيد في المرحله هذه ان شاء الله باذن الله. تكون فيها قول في المستوى هذا. ما نقدرش نتكهنوا هذا، كان كاين فرق في المستوى هذا، ما كانش فريق ضعيف ولا فريق قوي ولا هذاك. انا راه المجموعه هذه اللي خرجت وفاق سطيف هي مجموعه متكافئه نظرا لعده معطيات. ان الفرق هذه اللي تاهلت في هذاك راهي مجهوله بالنسبه للفريق ابار ما فريق الزمالك. احنا باذن الله تعالى ان شاء الله راني نشوف الوفاق بالتجربه تاعو في السنوات الماضيه قادر يحقق المبتغى الاول والوصول للنصف النهائي. ومن بعد في النصف النهائي كاين معطيات اخرى اللي راح باذن الله ان شاء الله تكون.